بالتأكيد نحن مع العودة للعلاقات بين فلسطين والكيان الإسرائيلي، ولكن العودة التي عادتها جنين، العودة التي عادتها حدود غزة اليوم بأخبار مفرحة. نحن نريد العودة للعلاقات الطبيعية بيننا وبين الاحتلال، هذه العودة التي نحن ندركها جيدا وعدناها في شهر 5 الماضي، عودة على أساس الكفاح والاشتباكات المفتوحة على كل الأصعدة، عودة على أساس المقاومة يدركها الذي زار رام الله بالأمس، على أساس المقاومة وإن دخل جنوده جنين فلاقوا الويلات بالبنادق والرصاص، لن يجرؤ أن يدخل رام الله إن كانت العودة كاملة متكاملة. احنا ولا في يوم من الايام كنا مع المفاوضات الفلسطينيه بين الفلسطينيين والاحتلال. هي النوع من المفاوضات ما بتخدم او ما بترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني وين ما كان في كل زمان ومكان، حتى ما رح ترقى لتضحيات القادمه، فاحنا اكيد مش معها لا المفاوضات اللي كانت ولا المفاوضات اللي رح تصير، واحنا كمان بنرفض المقابله اللي كانت بين الاحتلال يعني صباح او مساء لامس وبين ابو مازن. أي بند إحنا ممكن نجتمع أي شخص فلسطيني مع وزير حرب، وزير حرب دول عالم حرة صنفته كمجرم حرب للمجازر اللي قام فيها وقوافل الشهداء والجرحى بسبب هذا المحتل، وسبب هذا هو وزير الدفاع اللي تم استقباله يوم أمس عنا في مدينة رام الله، أعطى أوامر يوم أمس بقصف غزة وتصفية شباب فلسطينيين. تحت أي بند نحن مضطرين للاجتماع مع هذا الشخص؟ هذا السؤال اللي أنا والشعب بأكمله هو بيحتاج إجابة عليه. بتفهم إنه ممكن يصير اجتماعات ونضطر عليها لمناقشة بعض الأمور، كمان مرة بكرر الأسرة، ولكن ما بتفهم قيام عضو لجنة مركزية بزيارة الأسير وزميله أيضا في عضو لجنة مركزية بلباسه الرسمي وبسيارته الشخصية وبحراسه أيضا إلى داخل سجون الاحتلال. هذا أنا ما بتفهمه، وإذا بتسألني عن رأيي أكيد إحنا ضد عودة أي علاقة أمنية أو سياسية مع هذا المحتل، حتى وكانت هي علاقة عدائية وما زالت وستبقى إن شاء الله عدائية حتى زوال هذا الاحتلال وقيام دولة فلسطينية.